ان شاء الله شلون نسوي بوردر لاي خليه او مجموعه خلايا. طبعا بالسحب والاسقاط ممكن اختار اكثر من خليه، وعن طريق هذا الموجود هنا بهذا المكان هذا المربع اللي هو خاص بالبوردر، نضغط على البوردر. ممكن انه نختار اي جزء من اجزاء الخلايا، ممكن انه اسوي لهم بوردرز، مثلا للكل راح اختار all borders. نشوف انه صار بوردر لكل الخلايا اللي اني حددتهم مسبقا. طبعا ممكن اختار نوعية البوردر، دكتور نعم. بس شوي الصوت ناصي. هسه شلون تسمعوني؟ ايه نعم دكتور شكرا. اوكي، فنرجع مثلا نريد هاي مجموعة الخلايا، اريد اسوي فد بوردر معين او فد اطار معين، فممكن انه اختار، بس مجرد اختار all borders راح يحتوي لكل كل الخلايا تحوي على اطار معين او شكل او نوعية اطار. طبعا ممكن اختار نوعية الاطار واللون عن طريق هاي الخلية، عن طريق هذا التول الموجودة اصلا هو بالهوم. هذا بالنسبة للبوردرز. يعني كنترول زد اذا تتذكرون معناها تراجع عن اخر عملية، فاني تراجعت عن اخر عملية. نجي مثلا نحدد هاي الخلايا، اريد اغير اللون، مثلا اغير لون الخط مالتي بالنسبة لهم، اختار نوعية الخط مثلا اي لون اخر، مثلا راح اختار هذا. نشوف انه تغير نوع الخط، الفونت مالتي فونت كلر راح يتغير. ممكن اغير الخلية، اصلا هي الخلية اغير لونها، مجرد اختار عن طريق فيل كلر الموجود هذا بهذا التول. فممكن انه اغير لون الخط والفيل كلر بالنسبة للخلية. طبعا اكيد انتم ماخذينها حتى بالوورد، اخذتوه كيف تكبر الفونت، كيف الزغرة، كيف تكبر الخط او الزغرة او الزغرة. طبعا سوي له بولد سمك معين او تسوي مائل مثلا. اي ايقونة تكون بهالشكل يعني مفعلة، يعني مفعلة الغيها، راح يروح التفعيل مالتها لانها ما مشتغلة اصلا. زين، مثلا عندي اني هذا تشوفون هاي الخلية كبيرة يعني بالنسبة للكتاب أو المحتوى مالته، ممكن إنه أتلاعب بالألاينمنت، أما يكون بالأعلى أو يكون بالوسط أو بالأسفل، ممكن يسار يمين وسط. ما ادري شباب تسمعوني، لان شو وشوش عندي بالسماعه ما اعرف. ما عندكم اوكي، شكرا جزيلا. زين، هاي بالنسبه للالاينمنت، هاي الالاينمنت هذا المكان ممكن انه نحدد اتجاه المحتوى للخليه او مجموعه خلايا. طبعا ممكن انه احدد مجموعه خلايا واقدر اسيطر على الالاينمنت خاص بها، المحاذاه يسار يمين اعلى اسفل مع الصورة. أرجع كنترول زد تكون كما كانت. بالنسبة للألاينمنت عندنا كونديشنال فورماتينج. طبعا المجاميع السابقة أنا اللي درستهم بايثون كونديشنال فورماتينج، خلينا ناخذها. مثلا نحدد هذا الجزء، نضغط كليك، نسحب. أنا حددت هذا الجزء اللي هو التعداد بالنسبة لكل مدينة، وأيضا اسم المدينة. نختار Condition Formatting، خلنا نختار الهايلايت. مثلا أريد أحدد لي مثلا أو
يعني غير لي بشكل الخلايا اللي تكون حسب شرط معين، مثلا جريتر ذان، مثلا خل اختار جريتر ذان، او هنا ما راح تبين، خلينا نسوي هنا خلايا ثانية، هاي تعرفوها شلون تسوون المتوالية، بالصورة راح نسوي كونديشنال فورم، تنقل هاي الخلايا هايلايت، سو مثلا ناخذ جريتر ذان نقول له سوي لنا الاكثر من 5، اعطيه هذا اللون، طبعا ممكن اختار اكثر من اللون، واضح، نقول له اوكي، هنشوف الاكثر من رقم 5 راح يعطي اللون اللي انا اختاريته، واضح. خلينا نرجع مع كنترول زد، هناخذ اقل او بتوين، ممكن بين رقم كذا ورقم كذا، خلينا ناخذ بتوين، نقول له اختار لنا من رقم 5 لحد رقم 8، سوي لي اياه بهذا الشكل، الخلايا اللي تكون بين الرقم هذا وهذا بهذا الشكل، هنقول اوكي، نشوف الخلايا فقط اللي حطيتها مدى معين، راح شو يسوي لي؟ راح يخلي لي يغير لي بالشكل مالتها والتصميم. زين خلينا نشوف كنترول زد، مكتوب له مثلا خلينا ناخذ الليزبون، مثلا اقول له اقل من 6 هنا بهذا المكان، ممكن انه انا اعطيه هاي الالوان بالمناسبة، ممكن أعطي ألوان أخرى أو حتى نوعية خط آخر أو لون آخر للخطوط الموجودة، ممكن أقول أوكي. اوكي، فممكن اعطيه اي خط، ممكن اعطيه حتى بولد وايتاليك، وممكن اعطيه الحجم الخطي اللي يناسبني، حتى انه اخلي الخلايا اللي ضمن هذا الرينج بالشكل اللي مطلوب اللي انا اريده حسب شرط معين، فراح اختار له هو هذا نفسه، راح اختار الريد، اقول له اوكي، فاذا الاقل من 6 راح يلون اياها بشكل معين، شوفها غيرت فش. زين هذا بالنسبه للكونديشنال فورماتين، خلينا ناخذ مثلا هذا الجزء، اكود نروح للكونديشنال نقول له توب، اريد التوب 10 مثلا، خلي اياهن بلون معين، اقول له اوكي، نشوف انه لون لي اعلى أرقام موجودة عندي بالخلايا، واضح؟ على أرقام موجودة عندنا بالخلايا توب 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 10، فهذا الكونديشنال فورماتنج يخلي لي أو يجعل لي خلايا معينة حسب شرط معين بتصميم معين أنا أختاره، هاي بالنسبة للكونديشنال فورماتنج. زين نشوف ذن الخلايا، هل أحددهم هنا، هذا النمبر، هذا الجزء، هذا الجروب، هذا الجزء، هذا المكان، ممكن أخلي الأرقام مالت النمبر حسب شكل معين أو هيئة معينة، مثلا أروح أضغط على الجزء، على السهم اللي في صف الجنرال، أضغط عليه، أقول له اختار لي مثلا أريدك تسوي لي هاي الأرقام على شكل مثلا عملة، واضح، أو حسب تايم، أسوي يعتبر تايم الأرقام اللي أنا سويتها، نسبة مئوية، ممكن أتحكم يعني بشكل النمبر عن طريق هذا المكان،
أو أقول لجوال يرجع لك المكان. طبعا هذا المكان هو يضيف لي ديسيمال وهذا ينقص لي الديسيمال. نشوف أنه يخلي وحدات عشرية للأرقام، أكبركم يعني تكون أوضح. نشوف خلي وحدات عشرية للأرقام، ممكن أنه أنقص هذه من الوحدات العشرية. واضح؟ زين. نرجع، طبعا نحن اتفقنا سابقا أنه كل ورك بوك اللي هو الملف الخاص بالإكسل يسمى ورك بوك. كل ورك بوك بي ورك شيت، هذني بتكون بالأسفل هاي الورك شيت. هاي الورك شيت كل شيت يحتوي تيبل أو مجموعة تيبلز. أوكي، هسه نشوف هذا التيبل موجود هنا. إذا أروح على الشيت الآخر فارغ ما بي أي تيبل، كأنه ملف ثاني، بس هو في الحقيقة ملف واحد يعطيكم أكثر من شيت، أكثر من صفحة ممكن أستخدمها. طبعا ممكن أنه أربط البيانات حسب بناء على معادلات معينة، ممكن أنه تكون مستقلة بحد ذاتها كتيبلز بحدها. فهذا الشيت بهالمكان هذا، طبعا يعني إذا بحالة أنه تضيفون شيت آخر ممكن عن طريق شيت آخر عن طريق الانسيرت اللي هو بين لي شيت آخر، بس كان ثلاثة صار خمسة. هسه كيف أنقل شيت من مكان الآخر؟ مجرد كليك عليه أسحبه وأخليه بالمكان الآخر. شوف هسه هذا تحول هنا مكان هنا، واضح؟ سحب واسقاط، مجرد سحب واسقاط. زين، كيف نلون مثلا؟ نريد نلون الشيت نعطيه غير لون. طبعا كل شيت يمثل جداول مثل ما اتفقنا. كل شيت مثلا شيت خاص بالموظفين، شيت خاص مثلا بالطلاب، شيت خاص مثلا للتدريسين، شيت خاص بالنسبة للإداريين. ممكن أحط كل التيبلز مال الإداريين بهالمكان هذا، وبالنسبة للموظفين المكان هذا، بالنسبة للتدريسين المكان هذا، بالنسبة للطلاب كل هذا. كل هذا راح يكون بملف واحد بالورك بوك مالتي. فالعملية تكون أسهل وشاملة لعدة شيتات يكون بفايل واحد. زين، كيف نريد نغير مثلا اسم الشيت؟ مجرد رايت كليك عليه، رايت كليك على الشيت واختار رينيم. واضح؟ هذا نعطيه اكتب له محافظات العراق، يعني هو الشيط. محافظات محافظات، واضح؟ نشوف هذا الشيط سميناه محافظات، عم يكون يرمز لهالشيء، هذا يرمز للمحتوى مالته. هاي بالنسبة كيف نغير نسوي له رينيم، نعيد تسميته. طبعا ديليت نقدر نمسحه، واضح؟ نقدر نضيف بعد واحد، نقدر نحركه أو نسوي كوبي إلى. نختار مثلا هذا، نقول له كوبي، سوي لنا كوبي. أختار هذا كرييت كوبي، نقول له يا هو اللي أريد نسوي له كوبي هذا المحافظة أريد أسوي له. أوكي، نشوف إنه سوالي شيت آخر مشابه الشيت الأول. زين، ممكن إنه مثلا أغير لونه. أعطي عمود أقدر دائما أميزه بالنسبة للشيتات، مثلا أختار له لون أحمر. نشوف إذا أروح على غير شيت، نشوف إنه هذا الشيت اللي أنا أصلا اختاريته وغيرت لونه صار لونه بالأحمر. هذا ممكن أغيره، هذا الآخر أسوي له مثلا أعطيه لون مثلا أصفر. نشوف ممكن إنه أتلاعب بالشيتات كما أريد كما أرغب، يعني
التغييرات اللي أريدها حتى أميز عن الباقي. زين شلون نغير مكان الشيت إلى مكان آخر؟ مجرد مثل ما اتفقنا كليك عليه وأسحبه إلى المكان الثاني. شوف النوم انسحب إلى المكان هذا. هسه نجي الموضوع آخر اللي هو السورتينج، الترتيب. زين خلينا نشوف هاي الأرقام اللي موجودة عندي، أنا أريد أرتبهم. هاي الأرقام أنا أريد أرتبهم يعني من التصاعدين أو التنازليين. فمجرد أروح إلى التبويب اللي اسمه data، اللي بالعمل التبويب التاب اللي اسمه data، واختار هذا او هذا. طبعا هذا اذا تصاعدي وهذا اذا تنازلي. اصلا هنا مرتبات مثل ما تشوفون، اصلا مرتبات تصاعديا. احنا خلينا ناخذها مثلا تنازليا، نشوف انه تغير التسلسل اللي موجود عندي حسب محتويات الايقونات. خلينا ناخذ مثلا هذا، نضغط على اول خليه اللي هي تحتوي القيمة اللي يريد نرتب على أساسها، ونختار مثلا تصاعديا تنازليا. واضح؟ شوف أنه تغيرت، يعني صارت من أقل الأعلى ومن الأعلى الأقل. ممكن نسوي شروط معينة، مثلا نختار هذا، نختار هذا، أقول السورت اللي هو يكون بهاي الأيقونة، هاي الأيقونة. واضح؟ أفضل إذا خلنا نختار من هنا، أقول السورت، يقول لي يا كولوم تريد تغير، اي كولوم على اساس تريد ترتب. اقول لك كولوم دي، هذا الكولوم دي، هذا الكولوم اللي راح على اساسه يصير الترتيب. هل تريد من الاعلى للاقل او بالعكس، تصاعديا او تنازليا؟ والله هل اقول له من اقل للاعلى؟ اقول له اوكي. صوت طبعا بي فنشوف انه الثاني من الاقل للاعلى. محافظة مثلنا هي اقل عدد نسمات وتصعد الى بغداد، غير التسلسل مرة. واضح؟ نعيدها، نختار وش المحافظة، خل أختار حتى التسلسل ما تنحق على مود نشوف التغيير اللي راح يصير. أختارها ولا الصور على أي كولوم راح يصير التسلسل اعتمادا على أي قيمة على الكولوم دي. الفاليو طبعا ناخذ مثلا من الأعلى الأقل أو من الأقل للأعلى. أنا ليش داخل smallest to largest؟ لأنه هي أصلا هي مرتبة حسب من الأعلى للأسفل، يعني تنازليا راح أختارها تصاعديا. فتتغير، نشوف أنه حتى التسلسلات تغيرت على أساس هذا الكولوم، على أساس هذا الكولوم. ها بالنسبة للسورت، بسيط، أختار الخلايا المعينة واروح عن طريق الديتا واختار من اعلى الاقل او من الاقل الاعلى، تصاعديا او تنازليا. زين شباب، كيف اني هذا الشيت مالتي، كيف احميه؟
كيف اسوي له مثلا باسورد بحيث اي واحد يريد يسوي تغيير عليه يكون الموضوع صعب، الا يكون عنده الباسورد المعين عن طريق الريفيو. مثلا اختار الشيت المعين، مثلا اختار هذا عن طريق الريفيو، واضح؟ اقول له بروتكت شيت، احقف له. حتى مثلا انا مثلا عندي مثلا عندي، خلينا ناخذ مثال، عندي مثلا درجات مثلا طلاب، واريد ادزها للجنه الامتحانيه، وما اريدهم يغيرون بيها، كل شيء يصير بالخطا، يمسحون الغلط، يضيفون اي خطا يصير يعني. او حتى اني بعد مثلا اني ما اريد اغير هالدرجات، قد اني اخطا وامسح مثلا او اضيف او كذا، فاريد احميها بباسورد معين حتى انه بعد اي تغيير ما يصير عليها. فمجرد اروح للريفيو اقول له بروتكت شيت، راح يقول لي اعطيني الباسورد اللي تريده، اعطيني الباسورد اللي تريده، واختار شنو المنع اللي تريد تسوي. مثلا انه تقفل الخلايا، او مثلا ما بعد ما تسوي فورمات الخلايا، او حتى ما تضيف كولوم، او ما تضيف صفوف، او ما تغير على اي جزء من الاجزاء. هاي الشيء يعني راجع للشخص اللي يعمل على الفايل نفسه، على الشيت نفسه. فمجرد ما يعطي الباسورد يقول له اوكي، راح منه جاي اي تغيير يحتاج على الشيت لازم يعطي الباسورد. هذا كله عن طريق الريفيو بروتكت شيت، واضح؟ او الورك بوك كله تريده بروتكت، هم عن طريق هذا المكان يتصف يكون بروتكت شيت اللي موجوده بالتاب اللي اسمه ريفيو. زين، هروح لتبويب اخر اللي اسمه بيج لاي اوت. هذا البيج لاي اوت اول شيء انا بالنسبه لي يعني يهم الشخص اليوزر اللي قاعد يشتغل، هو طبعا هذا الشيت رايت تو ليفت او ليفت تو رايت. اكثر الاحيان الطلاب يقول لك هذا انا الاعمده ما تبدي من اليسار مو من اليمين، فمجرد اضغط على الشيت رايت تو ليفت راح يكون بهالاتجاه هذا، بهذا الاتجاه. طبعا هاي الايقونات او هاي التولز اغلبيه انتم ماخذيها بالوورد، اخذتوها مثلا تريدون تسوون ستايل معين او نمط معين بالنسبه للدوكيمنت مالتكم، اللي راح تذكرون بالوورد. نفس الحاله هنا بالاكسل، نفس الحاله، نفس الاسلوب، نفس الطريقه. زين، كلر مثلا، فونت، افكتس، هذا بالنسبة اذا ستايل كامل تريدون تاخذون بهالمكان هذا، ثيم كامل. مثلا تريدون تضيفون باك جراوند، صورة تخلوها هنا مثلا خلفية بالملف مالتكم او بالشيت مالتكم، تطلع لكم هاي. مثلا تاخذون صورة معينة، اخذ هاي مثلا صورة انسيرت، شوف انه تحولت الخلفية الخاصة شيت مالتي إلى الصورة اللي أنا اختاريتها. هاي عن طريق طبعا كنترول زد، تراجعت عن آخر عملية. ها باك جراوند، عن طريق الباك جراوند، عن طريق الباك جراوند. زين، الأورينتيشن طبعا نغيرون، مثلا إذا تريدون الصفحة تكون هاي كلها عند الطباعة، طبعا هاي تهيئة للطباعة، كل هذا التهيئة للطباعة بالنسبة للبيج لاي أوت. إذا تريدونها بشكل عمودي بورتريت أو لاندسكيب، المارجنز هاي الحواشي، ايش قد راح تبقون حواشي، يسار، يمين، اعلى، اسفل، عند الطبع باي ورقه، الفراغ، واضح؟ هاي بالنسبه للبيج لاي اوت. اذا نروح للاوبشنز الموجود هنا، هذا الشيت اوبشنز، شيت اوبشنز، نروح لهذا السهم حتى نفتح الاوبشنات مالته هنشوفه. نشوف انه
عنده طباعة، اتفقنا انه هو البيج لاوت هو كله عنده تهيئة للطباعة، فعنده طباعة تحديد الجريد لاينز اللي هي الخطوط الموجودة بين الخلايا تظهر او لا. الطبع مالتك يكون بلاك اند وايت بس اسود ابيض على شكل درافت، يعني الطبع خفيف حتى مثلا بس المعاينة لا اكثر. هذا كله البيج لاوت تهيئة للطباعة، تهيئة للطباعة طبعا. زين نروح للفيو تاب، بيج لاوت نروح للفيو، نشوف الفيو. الفيو عملية العرض أمامك، يعني شلون تنعرض الدوكيمنت أمامك، العفو الشيت أمامك، الدوكيمنت هذا بالوورد، كيف ينعرض الشيت أمامك. فممكن إنه بهالشكل نورمال أو بيج لاوت، هالشكل أو بيج بريك. والله يقول لك هاي الصفحة الأولى وهاي الصفحة الثانية عنده طباعة. واضح؟ نختار النورمال عندي يكون بشكل البداية. ممكن أختار الزوم أكبر أصغر أو عن طريق هنا، شوف إنه كبر هاي بالنسبة للعرض أمامي كيف يكون. أنا يلا كيف أنا مثلا عندي أخطاء إملائية، أخطاء وتطلع أقدر إنه أكشفها. إيه بس ثواني أرجعكم أقرأ الشيت. مثلا أخطاء إملائية، مثلا خل أكتب، مثلا خل نختار فد مثلا هاكر بلا، مثلا خل أضيف مثلا حرف آخر إلها، هاي حرفين كربلاء، هاي خطأ، هاي خطأ. فكيف انه انا اشيك السبيلنج مالتي بالنسبة لكل الاكس الشيت مالتي او المجموعة، مثلا اختار ذني. واضح؟ واروح للريفيو، ريفيو هذا ريفيو، واختار سبيلنج. هنشوف راح يقول لي عندك خطأ، هذا الخطأ. واضح؟ طاني مقترحات، قال لي انه اما هاي او هاي او هاي. نشوف اول وحدة هي الصحيحة. واضح؟ ممكن انه اغيرها، سخل اختارها، اقول لك شيء راح نشوف كلمة هاي الكربلة راح تتغير. يقول لي هسه السليماني اهم عندك خطأ، لانه هاي ما بيها تاء، هاي ها ولا تشينج. طبعا ممكن انه هاي الكلمة مكررة اكثر من مرة، فلذلك ممكن اسوي تشينج فور اول للكل، رسم مجرد ضغط واحدة كل كلمة سليمانية بها احول اياها للسليمانية بها تاء بالاخير. ولا تشينج اشوف نين اهم. يقول لي الو تسمعوني؟ ايوه ما ادري. زين واضح يعني. هاي بالنسبة للسبيلينج، بالنسبة للسبيلينج اختار الجزء اللي اني اريد اشيك السبيلينج مالته، واروح للريفيو، اروح للسبيلينج الموجود اول تول، ونشوف انه يقترح لي اذا هناك اي خطأ عندي موجود اغيره، او اغير كل الكلمات اللي هي نفس الخطأ عندي راح يغير لي، او اجنور اسوي له اهمل الخطأ هذا. لا انا اريده كما هي هاي الكلمة بخطأ، فممكن ابقيها. شباب بالنسبة يعني للمحاضرة، انا يعني كملت المحاضرة.